بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أخوتي وحدة مواطن مغربي عايش في مراكش، قريت الطفولة ديالتي في مراكش وكبرت في مراكش. أنا ولد تيزنيت، يعني من الأصل كانت تواجدو هنا في مراكش عندنا محل تجاري اللي هو عبارة عن خبازة في حي جليز. كبرنا فيها حنا وخوتي وعائلتنا كاملها، بقينا متواجدين فيها بخير وعلى خير، عايشين بسلام، واكلين شاربين خدامين، اللهم لك الحمد ما خصنا حتى خير. فجأة حتى 2003 تقريبا تصلت علينا واحد الانسان اللي تيقول لي الحكوشي محمد المعروف الملقب بويشويش، وجا تصلت علينا قال لينا تعطيوني محلي او نخسر معكم الهضره بهذا المصطلح هكا. حنا ما عرفنا شيء، الناس حنا اللي كنا تنعرفو هما اي تبلا، هما اللي اصحاب الملك، دوزنا معاهم سنين واعوام ما بيننا وبينهم غير الخير والاحسان. هاد السيد هذا جا دخلنا دخله واعره، قال لينا غير تعطيوني محلي، لا يعني تعطيوني محلكم، اما هو ماشي محله، تعطيوني محلكم ولا نخسر معكم الهضره. قال لي يا ودي حنا لا، حنا ما حنا ما غاديش نعطيوه ليك، ولا عرفتي ما دير سيرتي. فعلا خسر معانا الهضره، بمعنى بدا تيدعينا في المحكمه. ايوا خوتي اش غادي نقول لكم، حنا ماشي ضالعين في القانون وفي الاساليب ديال الخداع وهذا، حنا غير ناس مسالمين كنخدموا على وليداتنا بما يرضي الله، عندنا مخبزه ديالتنا كنخدموا فيها وكنعطيو الناس الصوائر ديالهم وهذا وهذا وهذا. ما عندناش مع المحكمه، ماشي الميدان ديالنا، هو ميدان ديالو ديال الخداع والنصب والاحتيال، وكبر غير في هنا وهنا، راه معروف اللي قلتي ليه الحقوشي محمد واللي قلتي ليه ويش ويش، راه الناس غير اللي تتقول لي الحقوشي واش واش تيقول لك العياذ بالله اش ودي هذا الشيء هذا. الحاصل تصوت علينا بحال القضاء، دخل معنا في الدعوه، بقى كيدير لنا هادي في هادي. ملي كان بغيو نعطيوه الكرا ديالو كيرفض، تيقول لك الكرا ديالي عطيوه ليا في المحكمه. فعلا تنحطوا ليه الكرا ديالو في المحكمه كل شهر، كل 4 شهور، كل 12 شهور، على حسب الدعوه، كيكون فيها عام، 8 شهور، 6 شهور، 3 شهور. وقت ما صيفط لينا داك ديال الاداء كنخلصوه عليه، يعني داك اندار ديال الاداء كنخلصوه. سير الحال والحال، سير الحال والحال، حتى 2014 تقريبا ندوي يدير لينا واحد الخدمه، درنا واحد الخدمه حنا ما عارفينهاش، ندخل لينا واحد الانذار قديم في واحد الانذار اخر جديد. كيفاش انت تخلص في القديم وعاوتاني باقي كطالب به؟ حاصل مشينا عند المحامي، قلت له اودي راه هذا السيد هذا كان ديما كيصيفطني الانذارات تيدير فيها سميتو هو بوحد، سميتو مع سميت ايت بلا، هذا الانذار هذا صيفطوا لينا غير بسميتو بوحدو، يعني تيقول بينما هو مول الملك كاملو، يعني هاد الناس هذو راه ما بقات عندهم حتى علاقه. قلت له استاذ كيفاش دابا شنو هو الحل؟ قال لي انا ما عرفت. قلت له كيفاش شنو كيفاش ما عرفتيش؟ قلت له راه دابا بقات لينا عندنا الاجل ديال 15، خصنا نخلصوا ليه الكرا ديالو. ناض اتصل بالمحامي ديالو، قال لي استاذ ها اللي كاين وها اللي كاين. قال لي انا ما تنعرفش مع الاستاذ ديالو، هذاك حتى هو ضليع في القانون ديال الاحتيال، ما نقول لكمش كاع. قال لي انا الموكل ديالي هو اللي شرى الاسهم كاملها ديال المحل، يعني راه هو مول المحل. قال لي المحامي ديالي، قال لي المهم ها اللي كاين وها اللي كاين. قلت له عرفت اش غادي دير؟ حنايا تيتسالنا من التاريخ الفلان فلاني حتى لهذا التاريخ هذا، حط ليه فلوسه في المحكمة. فعلا جمعنا الفلوس، لقينا فيها مع تقريبا شي 1,730,000 فرنك تقريبا، لأنه حنا المحل كنخلصوا ليه الكرا ديالو تقريبا تنخلصوا ليه 2,200 درهم في الشهر، لأنه كرا قديم من سنة 1962، يعني قبل ما نتزاد أنا، في 1969 المحل ديالنا تشرى في 1962. فنخلصوا ليه 2,200 درهم ديالته في الشهر، حطيناها ليه، حطينا ليه المبلغ ديالو. داش نقول لك واحد الفتره وجيزه ما كملاش 10 ايام، فجأة كنتسلم واحد الانذار ديالاش من المحكمه، عدم ثبوت الاداء ديالكم. كيفاش
مشيت عند المحامي قلت له اودي واه على ما خلصتيش الكرا، قال لي يلا خلصناه. قلت له شنو هي الدعوه دي؟ قال لي اودي هذا السيد هذا راه كيدعيك بانما هو راه بقات لك شهرين ديال الكرا وراه دازت الاجل ديال 15 يوم. قلت له كاين شهرين ديال الكرا، ياك 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 التوصيل الاخراني هو هذا في التاريخ البلاصه التاريخ الفلان فلاني حتى التاريخ الفلان فلاني. قال لي هي، قلت له والاداء الثاني راه خلصناه من هذا التاريخ حتى لهذا التاريخ، وفين بات جات شهرين الحصول بقى معانا في هذه نادر لنا واحد الدعوه ديال سميتو ديال الصلح وهذا. المهم المحامي انا ديالي فاش كنمشي عنده كيقول لي انت راه ما عندك حتى علاقه بالملف، لانه الملف اصلا الدعوه مرفوعه على والدي اصلا كنا ميتين، انه الدعوه مرفوعه على ميت وضد ميت، اما الاحياء غير معترف بهم. ملي كان بيناقش مع المواضيع سميتو كيقول لي شوف فلان انت راه ما دخلش في هذا النقاش زعما، راه يعني انت مازال ما غير معترف بك، ما عليناش انا وليت تندير غير هكا وهكا. ما دازت واحد المده ديال شهرين ما كاملاش 3 شهور فاش اتى كيفاجئني المحامي تيقول لي ودي راه دعوه الصلح راه تمت بالفشل، وراه دابا غادي يتموا في الاجراءات ديال سميتو يتحاكموا معك في الموضوع ديال شهرين. فعلا بقاو تيدخلوا معايا ويخرجوا في الموضوع ديال ديك شهرين، تخلصات ما تخلصات رجعوا للمحكمه الارشيف ديال المحكمه قلبوا عليه حتى عياو ما لقاو شي، دغيا حكمات اليوم المحكمه الابتدائيه والرقم ديال الملف هو هذا رقم 731 بتاريخ 15/4/2014 حكمت المحكمه الابتدائيه بعدم اداء شهري نوفمبر ودو جانفير، يعني شهر 11 وشهر 12 من 2008. ما علينا شي، قلت له استاذ واش هو الحل؟ قال لي حنا المهم قال لك غادي نعاود ثاني نديروا الاستئناف، راه الاستئناف قال لك راه غادي نحطوا لهم الوريقات وراه غادي فعلا الاستئناف ما كاين اللي حط الاوراق لا يديك لا يخليك في ظرف وجيز ما كاملاش شهرين ولا هي 3 شهور دغيا تم الحكم في الاستئناف وهم يحكموا عليا في الاستئناف بالافراغ بعدم اداء الواجبات الكراء، وبهذا كي يصدروا عليك الافراغ. ما عرفت ما ندير، ما تمشي عند الاستاذ تنقول له كيفاش دابا شنو هو الحل؟ قال لي المهم انتم دابا راه تحكمتوا ما عندنا باقي ما نديروا لكم، السلام عليكم الملف دابا راه خرج من بين يديا غادي تمشيو ديروا النقد، احنا راه ما كنديروش اي النقد. فعلا مشينا شفنا واحد الاستاذ اخرى قرات الملف، كي قرات الملف بحال هكا هزاته بين يديها وهي تقول لي حشوم عليهم. حنا ماشي ضالعين في القانون يا عباد الله، حنا ماشي ضالعين في القانون، حنا تجار، حنا كنبيعو كنشريو، هادشي اللي كنعرفو حنايا، ما كنعرفوش حنا الخدع والحيال والنصب وندخلو من هنا ونخرجو من هنا، حنا كنعرفو نبيعو ونشريو، كناخذ من هنا وكنبيع هنا وكندير رزقي والصلاة على النبي، التجارة هي فاش كابرين حنايا.